ازيكم يا اصحابي؟ النهارده هنحكي لكم واحنا في بين البحرين. الرحله الجميله اللي احنا رحناها دي كانت جميله جدا جدا جدا، وكمان كنا هناك في مكان فيه زرع وكان فيه نيل وكل حاجه كانت جميله هناك. ودوت يا جماعه بيت صاحبي بابا، واحنا هناك كلنا سمك طازه طالع من النيل. ايوه هناك كان النيل شكله حلو جدا جدا جدا، وكان هناك فيه سمك وقعدنا نصطاد سمك وكان حلو جدا. كان حلو فعلا يا جماعة، ولما دخلنا فضلنا نلعب في بيت صاحب بابا. ايوه كان هناك الجو جميل جدا وهوا، وطبعا يا يوسف على فكرة الكلاب جريت وراك وجريت وراك انت كمان يا عم. ايوه بقى جريت وراك طبعا. هناك بيزرعوا كرنب وحاجات حلوة كتير، كانوا زارعين مانجا وجوافة وموز. وهناك شربنا شاي وفضلنا نقعد، قعدنا هنا وفضلنا نلعب. ايوه كان الجو جميل وفي زرع وخضره وحاجات جميله ونخل. كان هناك الكلاب كنا بنحاربها بالطوب. ايوه حاربناها بالطوب وفي الاخر جريت ورانا، واحنا كنا بنصوت وبنجري. دي الصور لينا واحنا على المركب. طبعا احنا واحنا مروحين هناك الجو ليل علينا. ايوه ليل علينا واحنا في المركبه ومروحين. ايوه لقينا عم حزومبل هو اللي وصلنا للمركبه دي عشان نعدي بيها الناحيه الثانيه عشان نروح. وطبعا الجو كان هوا جميل جدا، وكحنا بالليل واحنا قربنا نوصل للاخر. ايوه طبعا الجو كان جميل جدا والنيل كان حلو وشكله جميل، وكان في سمك بيعوم حوالين المركبه. طبعا الجو كان جميل جدا وكانت رحله ممتعه، وانا كنت عايز اصطاد سمك وكان فيه واصطادنا سمك، وكان فيه هناك سمك واحنا بنروح نصطاد. ايوه تنزلش يا أصدقائي، تروحوا المكان الجميل ده عشان إن شاء الله هيعجبكم. وأنا قلت لبابا إن إحنا نروح تاني وبابا وعد. طبعا دي صور لينا وإحنا بنعمل إن شاء الله تشوفوا الفيديو. مع السلامة، سلام، تابعونا.